تعديلات أقرها مجلس الوزراء الأردني تضمنت إضافة 1000 دينار فواتير الصحة والتعليم والفوائد والمرابحة والقروض السكنية بعد عام 2020 لتصبح الإعفاءات الضريبية للعائلات 18,000 بدلاً من 17,000 دينار، ورفع الضريبة على البنوك 2% وتخفيض الإعفاء الضريبي للمتقاعدين العسكريين من 3,500 إلى 2,500 دينار شهرياً على مسودة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل. لن يمر بسهولة، ستجري عليه بعض التعديلات. هناك هوامش تعتبر الحكومة أنه من الممكن أن تتنازل عنها أمام مجلس النواب فيما إذا أراد أن يقر القانون، ستتنازل عن بعض هذه المواد. تم إجراء بعض التحسينات على القانون بعد التعديل الثاني وبعد حالات الرفض من الشعب ومن المواطنين. أنا أعتقد بأنه مشكلة الأردن ليست قانون ضريبة الدخل، ولكن قانون ضريبة الدخل جاء مثل الشعرة التي قسمت ظهر البعير. هناك أزمة اقتصادية خانقة. الشارع الأردني من جهته لم يبدو متفائلا بالتعديلات التي أقرتها الحكومة الأردنية، حيث من المتوقع أن يتم إقرار القانون الذي طرح للنقاش المجتمعي من خلال جولات الفريق الوزاري في المحافظات وآراء المواطنين على موقع ديوان التشريع والرأي. نتمنى إعادة القرار يعني والقانون كمان مرة والنظر فيه رحمة بهذا يعني بالشعب الأردني بالدرجة الأولى، وثاني إنصاف لحق المواطن الأردني. إقراره بصراحة بوقت كثير صعب، يعني وضع البلد بالوقت الحالي اقتصاد ضعيف جدا، وما بتخيل إنه الوقت مناسب. أول شيء يجيبوا لنا دخل بعدين يأخذوا منه ضريبة قد ما بدكم، بس وفيش دخل، ايش حاطين القانون. ومع إقرار التعديلات ومسودة المشروع من قبل الحكومة الأردنية، صدرت الإرادة الملكية بإضافة مشروع القانون على الدورة الاستثنائية المنعقدة لمجلس النواب، بالإضافة إلى مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد ومشروع معدل لقانون الكسب غير المشروع والجرائم الإلكترونية وحق الحصول على المعلومة. سعي حكومي لتمرير مسودة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل يقابله رفض شعبي بسبب تراجع قدرة المواطن الأردني الشرائية. دام الكردي، قناة الغد، عمان.